ليش أعداء الدين دائما لاحظوا يركزون عليكم في الحريم؟ دائما أمريكا وأوروبا يضغطون على الدول الإسلامية، شغلوا المرأة، طلعوا المرأة، اختلاط في العمل، عطوا حقوق المرأة، حرية المرأة. هذول يؤمنون في رسولكم أكثر منكم للأسف، يؤمنون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منكم، فيركزون على عري المرأة وإخراج المرأة من البيت لأجل أن تنزع الغيرة من الرجال. فإذا نزعت الغيرة من الرجال على حريمهم، شوي 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 تنزع غيرتهم على دينهم. لاحظوا الآن، وممكن أعطيكم أمثلة على بعض الدول، لكن أنا أدري أن في ناس راح تزعل علي. شوفوا بعض الدول اللي خلوا حريمهم يطلعون يطلعون يطلعون، الآن قاموا أهل البلد بعد ما تنازلوا عن شرفهم قاموا يتنازلون عن دينهم ويغيرون في قوانين دينهم. شوي شوي تنازلوا عن إيش؟ تنازلوا عن القدس، وتنازلوا عن مكة والمدينة، وتنازلوا عن الأديان، كل ما عاد يهمهم أي دين، صاروا علمانيين. تذكروا كلامي، إذا نزعت الغيرة عن العرض والشرف تنزع الغيرة بعدين عن إيش؟ عن الدين والوطن. ترى أنا بقول لكم حاجة، أعداء الأمة ما تهمهم الحريم، يهمهم الدين، انكم انتم تتنازلون عن الدين. فشلون يدخلون عليكم على الدين؟ ينزعون غيرتكم على الحريم، وبعد ذلك تنزع غيرتكم على دينكم، لان ايش؟ بطعينك حولك الى ديوث وخنزير، فما عاد عندك عين ولا عاد عندك نخوه وشرف، فعادي ينزع الدين منك وانت ساكت ومخيط حلجك. وللعلم قبل ما اختم، اقروا التاريخ، الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، هالثلاث دول ما انتهت ولا سقطت إلا لأن، اقروا التاريخ، الولاة انغمسوا في إيش؟ انغمسوا صار 24 ساعة راقدين مع الحريم، نعم، وراقدين مع ملذات الدنيا. فلما نزعت الغيرة منهم صاروا في ملذات الدنيا راقدين 24 ساعة مع الحريم ومع الخمر ومع اللعب، تنازلوا عن الدين وسقطت الدول. تذكروا كلامي.